ولو حياتك مسرحية، أحلى فصل فيها أنهي فصل؟ أحلى فصل فيها لا، هو في حاجات كتير أكيد. انتقال للنادي الأهلي. انتقالك للنادي الأهلي أحلى فصل أكيد. وإيه أوحش فصل؟ إيه أصعب فصل؟ الفصل اللي تحب تنساه، تتمنى تنساه؟ لما كنت احترفت في 6 شهور، ممكن الدنيا ممكن الدنيا ما كانتش ماشيه معايا بشكل كويس. في ظروف طبعا انا مريت بيها ما فيش حد يعرفها قوي الا الناس اللي قريبه مني. طبعا رجلي، انا راجع مصاب، اتصبت هناك، الدنيا ما كانتش ماشيه معايا كويس هناك. ايه اللي كان صعب هناك؟ ما قدرتش اتاقلم معاهم، يعني زي ما مثلا لما انتقلت للنادي الاهلي عرفت اتاقلم معاهم، دخلت وسط الفرقه، لكن هناك كانت بسبب مثلا في حاجات كده. اللغه طبعا دي كانت فارقه معايا قوي في البدايات. لما جه مدرب اتغير وكده، كنت انا في المنتخب، رجعت هي الدنيا اتغيرت تماما هناك، فانا ما كنتش عارف ليه. حصل لي بقى في حاجات حصلت لي كتير. 6 شهور كانت كافيه ان انت تاخد قرار وتقول اني مش قادر؟ لا، مش قادر. انا يعني انا كنت ممكن اكمل في الاحتراف، وانا لما كنت في ميتلاند طبعا، يعني انا كان نفسي اعمل حاجه اكتر من كده. انا اول ماتش ليا انا قدام سبورتنج لشبونه، انا جبت جون، ورجعت في الدوري جبت جون، فهي مشتش معايا بس بعد كده، بس الحمد لله ده نصيب.